برأيك انت من هدف الخصام غير قلبك انت ومهما يزيد لهيبي حبيبي. ومن كتابة الأخوات كتبت الأخت الأستاذة إلهام نجم: عند بداية كل شهر كنا نطرق بابه فيستقبلنا بالفرح والترحاب والقفشات الجميلة يعقبها عطاء أجمل، وعندما يتأخر يلحقنا بما عودنا عليه من فضل مع تعليق ظريف: شنو يا ناس الكسرة نسيتوني الشهر ده؟ عليكم الله ما تحرموني من الفضل ده، وكان نسيت قولوا لي عوك. لن ننساك أخي الجميل عاصم، وإن رحلت بجسدك فروحك تحلق فوقنا وتدفعنا لمزيد من العطاء والعمل في مخاض صدق عند مليك مقتدر. كما كتبت الأخت الأستاذة إشراق حسن: عاصم فقد جلل وحال شديد، كان من أعز أصدقائي ودائما سؤال عني ومهموم بي. خلت صديقي أنا وبس، بعد انتقاله وجدت صديق وحبيب كل الناس. أنا مجوع وأمر بحالة حزن شديد، لم أتخيل لحظة أنه عاصم ممكن يموت، كنت شايفة انتقاله مستحيل وبعيد، لكنه فاجأني مثل زياراته المفاجأة. ألا رحم الله عاصم وصبرنا عليه فراغه وعزاي الذهاب لأب رحيم. الأخت مسالي محمد فضل سجلت بشارة كبرى: في نفس ليلة انتقال أستاذ عاصم، ربنا ينفعنا بجاهه، أشوف إخلاص همة في رؤية في هيئة طفلة ولابسة لها توب أبيض وجميلة جمال شديد وبتضحك ضحك شديد بفرح وفاتحة يدينا كده، وفي طفل جاي عليها. الطفل ده فهمت انه ده عاصم حامد. بعدين لما وصل حضنته يعني سلموا على بعض بعناق شديد وفرح وضحك شديد. فطوال فهمت انه استاذ عاصم ده استقبلته اخلاص يعني. فكانت الرؤية كده، ان شاء الله ربنا ينفعنا بيجاهم ويكرمنا بيهم. كتبت فاطمة محمد صالح في رسالة: عاصم فقد كبير وماجدة زميلتي وبحبها جدا، بعد ما التزمت وهي التزمت في الايام الاخيرة كنا بنطلع الحملة هي في التيم معاي، وبعد الزواج ما انقطعنا من بعض، وعاصم بصحبته لمحجوب ولمحمد العلاقة برضه كانت نادرة، والاحساس ده اكدوا وقواه ما بشوفه له من رؤى كثيرة وجميلة كنت بحكيها له ويفرح بها ويعيد صياغتها باخراج جديد. حليل وحليل صديق، وإن شاء الله يدعمونا ويعينونا على الرضا. ماذا عسانا أن نفعل غير الرضا؟ ماجدة مجرس شديد، الله يعينا ويعيننا كلنا. قلت لك يا جيلي شايفة لعاصم عدد من الرؤى، لكن بفتكر من أميزة إني شايفاه في فضاء خارجي كده، يعني ضيف فصل لكن كبير في الفضاء الخارجي، ما فيه حيطان وبكراسي وأدراج وكده ومجموعة كبيرة جدا من الناس، رجال ونسوان وكده، وهو بدرس فيهم في طريق محمد، شايل طريق محمد في يد وبكتب في سبورة كبيرة جدا برضه بدرس في الناس في الطريق. فهي الرؤية عندها بداية طويلة لكن ده أهم جزء فيها. وفي مسك الختام يجي ما كتبته الأستاذة أسماء محمود في رسالة لعبد الله عثمان: تتصور لقيته في مغابرة الصحافة بعد الصلاة على حاجة بخيطة، وأنا طلعت لحق عليه اجتماع، لحقني قال لي ماشي وين؟ قلت له عندي اجتماع أمشاك وصلني له، قال لي يا ريت، لكن أنا جيت معاي مجموعة من الأخوات. قلت له فيك اتعرفت؟ قال لي هسا أنا كنت عيان وسافرت السعودية ورجعت، قلت الجنوب الخروف تفتحوا لي كده؟ قلت له والله يا عاصم في بالنا دائما، إن شاء الله نجيك ونجيب بليلتنا ونجي نزورك نقضي معك وكيف. بعد يومين اسمع بيه وانتغل، شوف الدنيا دي قصيرة كيف يا برو. عاصم راجل ما ساهل، عالم وفاهم وصالح
ومهتم بالقضايا العامة قضايا الآخر ومشاكله، وساعي دايما لإيجاد حلول ومخارج البلد محتاجة له ولأمثاله يرحلوا بالسرعة دي. هنيئا له في دار العامرة. كنت أتمنى أن أستمتع بصحبته الممتعة المثمرة أطول زمن ممكن، لكنه غفلنا ورحل، وهذا حال العارفين، تغيبني وتفعل مثل هذا. مهما يزيد لهيبي حبيبي لأنك انت 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 نصيبي يا حبيبي، أنا هو